يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. علشان كده هو المسؤول عنه انا كده لما كانوا في السبيله هو على كده عنده السبيله مش هو ايه لما كانوا في المنبر في ثلاثه صوت دي مش هو بعدين ده بيتواصل مع مين مع في واحد تبقى كل سواء فايل وده هو قصته ايه هو ده كان بيعمل حاجه اسمها وكمان هو اساله هو كان السبيله مش هو دوت موجود فين؟ لا تربال ودوت لما بيشتغل هو بيتواصل يتحول مع مين؟ سبب الفكر كفايه هو الفكر الاساسي ايه؟ وكمان هو اساسي نتائج تمام؟ ده كلام سهل قوي الدنيا كلها سهل. قلت لها طيب تعال بقى يا بابا انا ما اعرفش الجدول اللي قدامي بالظبط. لا هو يعني الخطيب بتاعها دي معايا بقى لو اتصور صور الهلال. الحقيقه ان الطلبه الشطار عند الحته ديت بيكون واخد نص درجات قبل ما يزاد. قبل ما يزاد اصلا عبد الله هو معاه نص طيبات في جيبه. ليه؟ لان انا دلوقتي عايز اقول لك اشرح لي الفانكشنز اوف سيفن. فقام عبد الله قال لي بص انا هقسمهم مجموعتين، مجموعه في الفولانت والموز اكتيفيتي ومجموعه اسمها اذرز. قلت له طيب قول بقى. قال لي اقول ايه؟ الاذرز ان احنا هنشتغل في الإيكوليبريم ولنا تأثير على الستريتش ريفلكس. قلت له فاسيليتاتري ولا انهبيتري؟ قال لي والله في كده وفي كده. طبعا انت عارف انك هتكتب في الإيكوليبريم هتقول كاتب ايه؟ كله كيلو 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 اعمل صفيه من غير ما اقول لها حاجه. قالت لي دكتور انت واحد هتشتغل في الكوردينيشن. انا عارفه دي. وثلاثه هتشتغل في البلاننج. انا عارفه دي برضه. واثنين دي الجديده هنعمل بريكنج. واربعه انا هشارك في الليفل alternating movement. يبقى مبدئيا كده هو ازاي في السيريالم انا قبل ما اقولهم كورتين انتوا عارفين ولا لا؟ طب يبقى يعني انتوا عارفين الاذرز. الاذرز انا هشتغل في ايه وايه؟ الكوريزم هو اصعب على السيرش ريفلكس. طب في البولتس ريموتس اكتيفيتي يا نورا قولي لي قبل ما تشرح انا كنت عارف حاجه اسمها كوردينيشن وحاجه اسمها بلان. وانت زودت بقى تريكي فرامل ولا رابط اورجانيزم. بس دول اللي هيتشغلوا كوردينيشن. وخلينا نقول ان الكوردينيشن مفهومه السهل هو اللي انا بقوله. ايه مفهومه السهل اللي انا بقوله لك يا حسن؟ ان انت وانت بتنفذ حركه بنبعت اشارات من العضله توصل للباليو سيربيلم فالباليو سيربيلم يوقف العضله ديت ويبدا يبعتها. ده المفهوم السهل. بس الموضوع هنصعبه سنه صغيره وهنسمي الفانكشن دي زي كتاب سيربو كومبارتول. هنسموها ايه يعني؟ سيربو كومبارتول. طبعا في اولى الاعلى يجي بعد كده يلخبط السيربو اسيست لسيربو كومبارتول. اي سيربو خلاص يا حبيبي سيربو اسيست ده كان السيربو ريفلكس بيساعدك في تنفيذ الحركه. سيربو كومبارتول دي حاجه ثانيه تبع السيربو. قرر الكورتكس انه يعمل
اي موت اكل. فباعت العضلات اللي هو عليه شكلها، وباعت نسخه من الاوامر الى الباليو سيريلم، فالعضلات بدات تنفذ الاوامر اللي جاتها. وهم بينفذوا بعتوا البوزيشن سنس الى الباليو سيريلم، يعني بالبلدي كده بعتوا قالوا له هم بينفذوا ايه بالظبط. انا عايزك تيجي معايا لحظه وتقف مكاني انا السيريلم، فالكورتكس بعتت لي الاوامر اللي هي عايزاها والعضلات بعتت لي اللي هم نفذوا. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه بعد؟ عشان كده الوظيفه اسمها ايه طبعا؟ طب لو لقيت الاوامر هي اللي بتنفذ، طب لو لقيت التنفيذ مختلف عن الاوامر ارجع، ماليش دعوه بالعضلات، انا ارجع للكورتكس اقول لها ايه؟ ايرور، اللي انت بعتها مش هو اللي بيحصل، عدلوا اوامركم. يعني انتوا بعتوا اوامر للعضلات اه، ولكن اللي بتنفذ حاجه مختلفه. انت عايز تروح تمسك السلك ده، بس الاوامر هتخليك ما تطلوش. عرفت منين؟ السربيلا لما بيجيله اشارات العضليه بيحسبها ويقول لا الحركه دي كده مش بتنفذ على القلب اللي احنا عايزينه. يرجع يقول الكورتكس ايه؟ عديل الاوردر اللي انت بعتها لعضلاتك عشان تحقق اي هدف انت عايزه. يبقى كده عمل ايه السربيلا؟ قارن الاوردر بتاع الكورتكس بالاكسكيوشن بتاع المصل، واذا اختلف بيبعت الايرور سيجنال. بيبعت ايه؟ الايرور سيجنال. فاهم الخطوه؟ صح؟ انا عايز اعمل ازاي كده؟ فانا بعت لعضلاتي اشارات معينه المفروض انها تتكلم. انا كنت بتاعتي متخيله ان الاشارات دي هتخلي عضلات تصحى، لكن الحقيقه ان الاشارات دي هتخلي عضلات تتخطى. فالعضلات بقى شغال كويس بعد العضلات، وبعد نسخه مين؟ من اللي هي عايزاه. العضلات بتنفذ الحركه اللي بعتها، فلقينا ان التنفيذ ده هيتخطى الليمت المطلوب. بعتنا للسيربيلم، السيربيلم هو اللي قارن اللي بيحصل بالمطلوب، قارن الاوردر بالاكسكيوشن، لقى ان في خطا. اما بعت مين؟ قال لها هناك ايرور، هناك ايه؟ اسمها ايرور سيجنال. اسمها ايه؟ فتبدا الكورتكس تاني يصلح اشاراتها عشان تظبط لك الحركه اللي انت بتعملها. تمام؟ معايا ايه بقى البريكنج ده؟ انا اولاد عاوز امسك المساحه دي، فهبدا اشغل البكتوريس ميجور بتاعتي. هو اكيد كده دي بكتوريس حتى بتبعتي الكلام ده. فالبكتوريس شغاله شغاله شغاله، وعند نقطه معينه البكتوريس هتقف وهتشتغل الا تسمس. اشتغل ايه؟ الا تسمس دي المضاده بتاعت البكتوريس. صح؟ انا مش فاكر قوي في القلب يعني، بس اسهلها لكم. انا عايز امسكها فهشغل البايسبس، تمام؟ وعند نقطه معينه هقوم واقف البايسبس واشغل مين؟ فانا كده هقفل. مين اللي بيحسب نقطه ايقاف البايسبس وتشغيل البايسبس؟ سيربيلم. فيفرمل الحركه عند نقطه مطلوب. طب تخيل يا هلا ان السيربيلم بتاعي مطلوب وانا عايز اقف عند البشاوله. ايرور سيجنال. النقطة مطلوبة. أتخطى النقطة المطلوبة. يبقى الشغلانة الثانية اللي بيعملها لك السيربيلم بتاعك بعد الكوردينيشن اللي احنا سميناه سيرف كونفرن، إن هو اللي بيفرمل الحركة عند النقطة المطلوبة. اسمها إيه ديت يا دكتور فضل؟ اسمها بيفرمل يا فضل. اسمها بريكنج. اسمها إيه؟ بريكنج. يعني بيوقف الأجونست ويشغل الأنتاجونست. بيوقف مين يا أسماء؟
العضله شغاله لا اوقف وشغاله العضله المضاده فطوب حاضر معايا حين السيربلم مين اللي ما بيبعتش العضلات مباشره لكن هو اللي بيرجع على الكورتكس هيك يقول لها وقف الاجونست وشغلي الى هنا اشارات السيربلم اللي نازله بتاثر على راس الكورتكس وليس تاثير مباشر وانما بتاثير على الايكولوجيشن صح يعني مفيش كونكشن مباشر ما بين السيربلم والعضلات تمام لما في كونكشن ما بين عضلات السيربلم حاجه فكره البوزيشن سنس الناس الشاطره البوزيشن سنس كان ايه طريق ايه دلوقتي طريق اسمه بوزر بولو طريق تاني كان اسمه سيربلم فاينو سيربلم يبقى عضلات تبع السيربلم اهو ازاي انما السيربلم يقف في وقت كده لا معرفش انا لازم ارجع على مين على الكور معايا ايوه زينب فاهم حاجة؟ مش فاهم هي زينة بطيب البريك ايه هو البريكينج؟ انت اي حركة بتعمليها بتبقى في نقطة معينة عايزة تقشيها عنها شوية انا عايز اجيب صباع عند مناخير وصباع عند مناخير دي بعمل فليكشن في البايسبس اهو واول ما يجي عند مناخير المفروض ان انا اوقف البايسبس واشغل مين؟ طيب طب لو انا ما عرفتش اوقف البايسبس واشغل الترايسبس في المحطه المطلوبه تمام يبقى الفلمره بتاعت الحركه مين المسؤول عنها؟ السيربلم مين المسؤول؟ هو اللي بيبعت يوقف الاجونس يشغل عضله الكورتكس طبعا هو ملوش كونكشن مباشر على الاعضاء تمام البلاننج انماط امره سهل الاكثر السيربلم بالتواصل مع الكورتكس بيبعت الى فارس ومن هنا بنبعت الفارس اي حاجه عايز تخش على الكورتكس لازم توقف الفارس بيقول لي انا اقف فين في الفارس انا اقف في الفنتولاتيريوم والفنتولاتيريوم هي صور جابتها منين؟ صار جايبينها من موتور كورتكس من الافلنت كانوا خمسه اثنين سبورتيكال وثلاثه من الثالاموس الثالاموس كان بيبعت اشارات من ال في اي اللي هي بنتو انتيريور وبنتو لاترال لما يجيله من البيتزا الجايه فيها بقى السيربيلم حد فاكر الكلام ده من كل كولر ايه؟ وهي الجو اللي راح تبص الكل ده جوه يعني ما بعض الناس الشطار اللي عارفين انا بقول ايه انت في الطلبه خليك في الطلبه الناس فاهمه طبعا الناس الاذكياء فاهمين ان يوسف بكر روش البوزيشن سنس لما بعت البولس البول عبر البولس البول كان بعت الكورتكس عشان اعرف لكنه كمان بعت السيربيلو في الاسباينو سيربيلو ثم السيربيلو لما بيبعت للكورتكس عبر الثانوس بس بنتو انتلتي وبنتو لاتا الانفجار معايا الناس الشاطره في الاخر هيبقوا شطار قوي لانه هيشوف بقى كل حاجه في بعضها الناس البلح تقرا بسرعه المهم ايه بقى الهم الالترنيتنج موفمنت دي انا عايز يا حسين اقول لك شايف الحركه دي؟ يقول لي اه سوينيش طب شايف دي؟ يقول لي ايه؟ بص يا صفير انا اعرف اعمل كده الحركه دي تعملها اسمها لابد اولترنيتنج موفمنت اسمها ايه؟ واحنا بنعرف نعملها عشان عندنا سيربيلوم ليه يعني قاعد قال لك عشان السيربيلوم بيوقف فيه بسرعه وشغل تاني بسرعه يوقف فيه بسرعه وشغل تاني بسرعه فاكر كده ده اسمه ديالو كوكاليزيا اسمه ايه؟ دياتو كوكاينيزيا دياتو كوكاينيزيا اسمه ايه؟ دياتو كوكاينيزيا اسمه ايه؟ دياتو كوكاينيزيا اسمه ايه؟ دياتو كوكاينيزيا اسمه ايه؟
هيعملها بضغط هيعمل كده. دي فاهم؟ انا مش شغلتي ان اخليك تنفذ الحرب، انا شغلتي ان اخليك تعرف تعملها بسرعه. هي كلمه رابطتي هي بتاعتي، ان انا اللي ببني الحركه الاولانيه وابدا اللي بعدها بسرعه. فقبل ما اصعب الدنيا بقى عشان الناس الشطار، فخلوني اقول معاكم ان الفانكشن بتاع السيرفر ياسمين طلعت سهله. طلعوا كام فانكشن؟ طلعوا كام فانكشن؟ سته. كام فانكشن؟ سته. كام فانكشن؟ سته. طبعا. لا ما فيش كده في الموضوع، هو فعلا سته. اذا انتوا عايزين تقولوا طبعا وقفوا عشان تقولوا. الفانكشنز بتاعت السيربيلر كم واحده يا ولاد؟ كم واحده؟ متقسمين في مجموعتين، مجموعه في البلانسنج موتور اكتيفيتي انا بعمل فانكشن اسمها هلاقيها موجوده في الكتاب. رقم اثنين، رقم اثنين، ثلاثه، اربعه. طب وايه الابل ده؟ هتلاقي شغلانه فيه وشغلانه فيه وفي الستش فليكس عشان ارقص فيه. بس اللي ده تريدين تعالى بقى للكوردينيشن اللي هي السيرفو كومبارس. المسؤول هنا هو اللي بيجي له نسخه من الكوردكس من حاجات اسمها اولد، وبيجي له نسخه من العضلات من حاجه اسمها هو بيقارن الاولدز في الاكسكيوشن وياخد القرار هل التنفيذ زي الاوامر ولا لا. لو في خلل في التنفيذ بيبعت حاجه اسمها ايرور سيجنال، حاجه اسمها ايه؟ طب وحضرتك الدريجنج احنا اللي هنوقف الاجونست ونشغل الانتاجونست عند نقطه مطلوبه، والا سيتخطى تركيز الحركه النقطه المطلوبه. البلان هو وظيفه نيو سيرفيلا، وظيفه ايه؟ اللي هي لابس البارس في السيرفيلا. اربعه لابل الترنيتنج موفمنت، وهي عمل حركات عكسيه وبسرعه. اسمها ايه دي اسامه؟ لابل الترنيتنج موفمنت. اسمها الثاني تيار وجوبا انجليزي. اسمها الثاني ايه؟ اسمها الثاني ايه؟ لا والله هو مواشيتي وبص عليه بس لكنه مش ولد. طيب فالناس الشطار عايز بقى اقول لهم كلمتين، جملتين صعبين. اول جمله صعبه يا فوزي ان علشان نبعد شلات الاذن بتبعد منين في السيرفر؟ علشان الديب نيوكليوريتي تشتغل مين اللي موقفها؟ البريكنج. مين اللي موقفها؟ فاحنا بنبعت افن يوقف البريكنج. اللي بعت افن بتعمل ايه؟ فلما البريكنج تقف يبقى مفيش انهبيشن لمين؟ للديب نيوكليوريتي. مفيش انهبيشن لمين؟ وكده الديب نيوكليوريتي تقدر تبعت الارز. معايا امير؟ دي صعبه. بس والله في ناس قال لك يا عم بلا دركتش بلا ايرور سيجنال بلا بتاع بلا كوبر ديمان. هو حلو قوي ان هي بتبعت ايرور سيجنال، بس الناس الشطار يا علي يقول لك يا عم ما هي مش صعبه. انا عشان السيرفيلا بيبعت ايرور سيجنال لازم يتبعت من هنا بالديب نيوكليار. فعلشان الديب نيوكليار تعرف تبعت لازم نشغل، سوري لازم نوقف عشان الدركتش عامله انهبيشن. معايا؟ تعالى الثانية بقى والممتعة جدا بصراحة بقى واللمح بقى، إن أنا عشان أعمل اللابت والتوريتي مومنت أنا هشغل الموسيقى. هشغل إيه؟ الموسيقى. أيوه. فأنا هشغلها فالموسيقى هتمشي في الطريق إيه؟ بص كويس على طول ولا لا؟ بطلي. بطلي. ايه اللي يحصل؟ يقول لك حضرتك احنا لما نضاف كده هنشغل الديب نيوكليوريتي. طيب. ولما نضاف كده هنشغل الوقت. عارف معاك؟ بس مين اللي هيوصل الاول؟ اللي هيشغل ولا اللي وقف؟ اللي هيشغل. هنا في سايلابس. السايلابس فيها ايه؟ عارف حاجه؟ فحضرتك بتبدا تشغل عضلاتك
تلاقي ايه؟ اشتغل ما تشتغليش. هتفهم حاجة؟ ايه اشتغل ما تشتغليش دي؟ لو انت بعت الاوامر بس بعتها على السيرفر. فالسيرفر لما لاحظت الاشارات اما ترجع بقى من الفيديو كي اي، بس الفيديو كي اي ايه؟ بتقول الكورتكس ابعت لا ما تبعتش. هتفهم حاجة؟ ابعت لا ما تبعتش. ويكون العضلات التانية والعضلات كمان ايه؟ ابعت لا ما تبعتش. ابعت لا ما تبعتش. ابعت لا ما تبعتش. هتفهم حاجة؟ كل الفكرة في تنفيذ الدبل والتنفيذ الموفمنت بتاعك. النهاية الموسكي فايف والله حدثت نيو كي اي وهي بل ما تصحش بالكنجي فتقص على نيو كي اي بالعكس بقى. يبقى انا مقدر اشغلها ومقدر اوقفها. بس هوقفها بعد ما كنت شغلتها. هتيجي منين بقى بعد دي؟ عشان في ثانيات ايه؟ طيب. نيو كي اي هي اللي هتبعت الاوامر للكورتكس. فالكورتكس هتبدا تنفذ. نيو كي اي بتاعت السيرفيلر انا هبعت لها كده وهبعت لها كده. مين اللي هيوصل اول؟ ده هيوصل اول. فتبعت الكورتكس اشتغل. طيب وبسرعه جدا يعني نص ملي سكند هيكون واحد اشتغلي وبعدها وقف. فكاني بقول ايه؟ اشتغلي لا ما اشتغليش. طيب العضلات الثانيه هكون بعتها برضه بنفس الطريق اللي هو ايه؟ اشتغلي لا ما تشتغليش. ورا بعض بقى. فدي تشتغل وتقف ودي تشتغل وتقف ودي تشتغل وتقف. الفكره كلها في ايه؟ ان الاشارات اللي جايه من الموصي شغاله تديك نيو كي اي وفي جزء من الثانيه كانت موقفاها لما راحت شغاله الريليشن. معايا يا زين؟ بقول بالصعب يا دكتور ده الكلام ده وبيني وبينك هو الناس شاطره وفي فعلا ناس شاطره ما شاء الله. يعني طب انت مصور الوضع عشان لون الموسيقى الضربه مش في النيوكلياي الضربه واخده الكورتكس
قول له ألف مبروك يا حاج، في أمل كبير إنك تتحسن إن شاء الله. فاهم يا حاج؟ أيوة. ضخمتين يا صفية، من ساعة ما بدأنا السي بي إس وكل ضربة في ناحية تعمل مشاكل في ناحية تانية. تنصب هنا كنت ثلاثة يمين هنا، أو كنت ثلاثة يمين، أو كنت ثلاثة ما أعرفش. إلا السبب سبب مشاكل في ناحيته. ده الوحيد يا أولاد اللي مشاكل في السيم صعب. ليه بقى؟ قال لك علشان الرياكت الأساسية بتاعت السبب اسمها الدبل كونسنت ريفلكس، اللي هي بتديك ولوب وسباين ده اسمها يا مصطفى؟ فاين؟ وحسن قال ايه؟ تنتين تدور بسبايدر. قلت له بص يا حسن، النيوكليس الاساسيه اللي ببعت منها هي التنتين. دي بتاعت السيربيل. بتبعت وتعدي الناحيه الثانيه للنيوكليس. فتيجي بقى النيوكليس تبعت عشان تروح للسبايدر كود فتعدي تاني. فتلاقي مفيش ما هي اول اول. تنتين نوبلو سبايدر. اسمها يوسف؟ اسمها ايه؟ عدت كم مرة؟ بعد مرتين. أول مرة من الدنتيت إلى وبعدين رجع تاني من الريد إلى، يبقى كده الدنتيت الشمال بتأثر على أنوس ماينر كود. أكتر حاجة فلو أنا قلت لك يا سبان عيان عنده شلل نصفي وقلت لك دور شلل نصفي في الناحية الشمال، قلت لك شوف الجلطه بتاعته فين؟ هتروح على الموتور ارياز في الناحيه اليمين. لكن لو قلت لك عيان عنده نيو سيربيلا سندروم في جسمه في الناحيه الشمال، هتدور عليها في انه ناحيه في سيربيلا الشمال. فاهم يا ليه؟ لان كل نص في السيربيلا يؤثر على ناحيتين. نعم؟ لا. لان تاثيرات السيربيلا ماشيه كده. تمام؟ بس البيضة بتبص تاني ماشي. لكن بيني وبينكم مش ده القضية. أنا القضية اللي تهمني دلوقتي راح حاجة تانية خالص. إيه اللي هيحصل للعيان؟ فالناس اللي عندها ضمير هيقولوا أتاكسيا وأشياء أخرى. اوعى يا فندم تكوني عيان أقول لك يعني أتاكسيا. ده لازم. يعني ايه تاكسي يا ولاد؟ يعني ايه تاكسي يا ولاد؟ يعني ايه تاكسي يا ولاد؟ انكوردينيشن اوف موفمنت اند ابسنس اوف ابسنس. وايه انواع واسباب التاكسي يا ولاد؟ نوعين. كان في الاول حاجه اسمها سنسوري اتاكسي اللي جت للعيانين بتوع مرض اسمه ايه؟ لو ما قلتوش هتقفوا كلكم. اسمه ايه؟ ديدروسينس. فما كانش حاسس بعضلاته فمش عارف يجمع حركات عضلاته. ثم النوع بتاع النهارده اسمه سيربيلر اتاكسيا او موتور اتاكسيا. وفي حاجه مش مهمه خالص اسمها فيستيبيولار اتاكسيا. اسمها ايه؟ يعني ساعات لو انضرب الفيستيبيول يا ميره السيربيلا ما بيعرفش يشتغل كويس. ان الاثنين دول زي ما حضرتك تقريبا فاهمه متشابكين. فضرب الفيستيبيول يخلي السيربيلا مش عارف يشتغل. عشان كده يا ناس بنقول عن الاثنين موتور اتاكس. بنسمع عليهم ايه؟ اتاكس. حاجه مهمه. ايه هي الاتاكس يا عبد الله؟ انا مش مشدود. بس ما اعرفش اجمع حاجه. هو انا عشان اجمع حركه لازم حاجتين يا نمره، ايه هما؟ احس عضلاتي والسيربيلا سليم. يبقى ايه اسباب الاتاكسيا؟ ما حسنتش عضلاتي بس انسى اتاكسيا. او السيربيلا مظبوطه؟ لا مظبوطه. او الفيستيبيولا نيوكليس مظبوطه فالسيربيلا مش شغال كويس، يبقى ده برضه مظبوطه اتاكسيا. يبقى ده نوع تاني بقى. عايز واد شاطر، عايز وحش. افرقهم عن بعض ازاي؟ يا اخويا ده عيون. اسمه ايه ده بقى؟ وظة الرومبرج صح. بالنسبة لي بالظبط نص المكان.
اللي بيقفل عينه، اسمه ايه بقى اللي بيقفل عينه ده؟ بوكر لومبر. حد فاكر بوكر لومبر سايد؟ اللي كان بيقول لك ايه؟ انا دكتور ما عنديش مشاكل بس اول ما بقعد اصلا ما بيعرفش يظبط التزام لانه ما بقاش مش بس مش حاسس بعضلاته، الكلام ده مش حاسس بعضلاته بس هو ظابط التزام ازاي؟ جاي اول ما غمض عينه مش عارف معايا خد بالك شايف؟ اللي هناك بيجي هنا واللي هنا بيروح هناك وانت مكانك ربنا يستر. طب غير الاتاكسيا ايه تاني؟ 10 حاجات. وعشان ما ننساش ال 10 اسماء انا هقسمهم اني هعلق على البوستن والجيت والسبيتش وبعدين حاجات مرتبطه بالفرامل اللي هي الديسمتريا وبسببها هيحصل ثمل وحاجه اسمها ريباوند واسمين كبار متعاملين واحد اسمه ديالو كوكانيزيا وحاجه اسمها ديكومبوزيشن اوف موفمنت. وفي الاخر خالص حاجتين انت عارفهم رقم 9 انستاجوس رقم 10 هايبوتونيا رقم 10 ايه؟ انا قبل الاول برقم 9 وبعدين رقم 10 كان ليه اسباب فيسيولوجيكال واسباب مرضية. ايه الاسباب الفيسيولوجيكال؟ طب ايه الاسباب الباثولوجيكال؟ واحد طيب اثنين منير ثلاثة سيرجي أربعة طب رقم 10 العيانين دول عندهم هايبوتونيا حد عارف هو ليه اتسمى نيو سيريلا سندروم؟ لان التاثر في النيو سيريلا اعلى من البريد والنيو سيريلا المفروض انه فاسيليتاته فلما النيو سيريلا يتضرب وهو فاسيليتاته دي بيبقى التون قليل يبقى التون ايه؟ طيب عشان كده العيانين دول يجي لهم بنجيولانيجر ايه البنجيولانيجر كده؟ هو نفس اللي جه لعيال الكوليه كان عنده هايبوتونيا هو اللي هيجي لعيال النيو سيريلا سندروم. فانا احنا تحت دول يا حسين انا عارف. بص بقى بسبب الهايبوتونيا العيال دوت وهو ماشي بتلاقي جسمه مميل ناحيته ناحيه المرض لان مفيش تون في عضلات الرقبه عشان يشد دماغه. اقعد كده. وعيان عشان عنده هايبوتونيا بيبدا غصب عنه رجله ظلم يبرد فيصلح لما يعمل ايه؟ بيقول لك العيان ماشي يا فرنسا كانه سكران فسموها الفرنكن جيت سموها ايه؟ بعض الناس قالوا ده ماشي على مساحه عريضه سموها وايد بيز جيت سموها ايه؟ بعض الناس قالوا ده ماشي زجزاج وسموها زجزاج حد فاهم حاجه؟ ايه؟ عيانين نيو سيريلا سندروم يا ولاد عندهم هايبوتونيا في ناحيه فجسمهم مايل ناحيه التون القليل فبيجي يمشي يعمل كده فيصلح يمشي كده فبيجي يعمل كده وايد بيز زيزاك بلانكن كلها اسامي للمشي. يا ريت دول يا بشار لما بييجوا يتكلموا بيتكلموا كده يعني بيتلعثموا. هم دول اللي عندهم سلال سبيتش او استكات سبيتش او سكان سبيتش هي مترادفات للتلعثم. يبقى التلعثم يا سلسبيل
بيحصل عند عيانين اليوس ريبيلا سندروم. مش عايز حد احمق يجي يقول لي الموتس افيزيا تلعب. الموتس افيزيا ما كانش بيتلعب، كان بيقول مفردات قليله لان ما عندوش خط. العيان هنا ما عندوش كوردينيشن يخليه يعرف يتكلم بسهوله. فالكلام من عنده بيتقطع فبيبدا يتلعب. هناك محل الشروط اللي تروح للصغيرات يقول لها على فكره دي انت عاملاها بنص البيضه سنتي. فبص مالكش دعوه بالعلاج دلوقتي. لسه قدامك سنين في الكليه بتتخرج وتعمل اللي انت عايزه. مش فرامل. فبيحصل حاجه اسمها ديسمنتري. حاجه اسمها ايه؟ ولان العيان يا نوره بقى عارف انه هيبقى عنده ديسمنتري فبقى اول ما يحرك صباعه بيوقف. فتلاقيه كنت بتعمل ايه؟ تسامر. بس المره دي تسامر في اثناء الحركه. عشان كده تسامر زي فاينانشال. بينما عيانين البركنسونيزم كان عندهم تسامر ستاتيك. الناس فاهمه؟ طيب. ايه بعد الباوند ده؟ الموتور افيزيا هو العيان اللي بتقولي له انت كلب بتقول لك اه كلب كويس ايوه ليه؟ هو بينفذ الحركات مظبوط بس ما عندوش خط فما يقدرش يعمل جوه البيت. العيان بتاع موسى بيقدر عنده خط بس هو بينفذها حركات وما بتعرفش تعمل كوردينيشن فبيحصل في النص هو ده بتاعه. الريباوند هو ان حضرتك لو جيت عليا وانا عامل ايدي كده وقلت لي هات على وشك وشلت ايدي ايدك اه طب نفسي عشان عندي فرام عيان النيوس ريبيلا سندروم ما عندوش فرام اسمها ايه؟ ريباوند اسمها ايه؟ يبقى في ثلاث حاجات مرتبطين بالفرامل اللي هما مين؟ اللي هما مين؟ اسمع و و ريباوند. في اثنين اساميهم مكعبات. اول واحده اداد كوكايزيا. حد عارف يعني ايه اداد كوكايزيا؟ حد عارف ايه هي اداد كوكايزيا؟ طب لما ما يبقاش عندي اداد كوكايزيا يبقى انا عندي ايه؟ مش عارف اعمل اسمها ايه بقى؟ لا لا ما في كلمة تانية بقى أحب أسمعها. قول عيد اسمها إيه؟ أداد كوكاينيزيا. أداد كوكاينيزيا. قول عيد. أداد كوكاينيزيا. الكورية كان اسمها إيه؟ قول عيد. هانتنجتون. اسمها إيه؟ هانتنجتون. ومرض؟ هانتنجتون. أنت بديت اسمها إيه؟ أقسمها عادي عشان ما نتصلش بعض وهقف وهقولها زي ما أنا عايز في الآخر. اسمها ايه؟ أدياتو كوكاينيزيا. يا ابني قولها كده. أدياتو كوكاينيزيا. أدياتو كوكاينيزيا. كمان مرة؟ أدياتو كوكاينيزيا. يبقى دي كومبوزيشن ده. أدي كومبوزيشن. معناه إن العيان بتاعك مش عارف يعمل حركات مرتبطة بكذا مفصل. هو أصلاً ما عندوش كوردينيشن على مفصل واحد. فتخيل لو قلت له هات صوربتك هتكعبك على ركبتك وانزل كده. انا اعرف اعملها. بص يا مريم بص 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 بس انا عندي سبب. بس خد بالك حسن الحركه ديت فيها عضلات عند الهب عضلات عند النين عضلات عند دي. هو ما عندوش كوردينيشن عمره ما يعرف يعمل كده. ده لانه اصلا ما بيعرفش يجمع كذا حركه من بعض ما بالك بكذا حركه هو عارف معايا بقى اسمها ايه؟ لما اقول لكم يا ولاد معلش حد يعرفني هو الراجل اللي عنده موسى ريبيلا سندروم مشاكله ايه في الحياه؟ هتقولوا لي مشكلته الكبيره اسمها اسمها ايه؟ اتاكسيا. اتاكسيا و10 حاجات كمان. وعشان ما ننساش حاجه من العشره هنقسمهم اول ثلاثه في العموم اللي هم اسمع علم وثلاثه بتوع الفرامل وبعدين الاثنين
وبعدين new surveillance zone.